بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل، جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه، صلاة ترضيك العالمين، صلاة تملأ خزائن الأرض نورا والعالمين سرورا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان، وعلينا وعلى مشايخنا وذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا، ربي تمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. لله تعالى وبمنه وكرمه نبدأ بهذا درس مجلس بفضل الله تعالى وبمنه وكرمه ونعمه نبدأ بهذا مجلس للإمام يحيى بن شرف الدين النووي رحمة الله عليه ونفعنا به. وشرح أحاديثه شرحا وجيزا. هذا كتاب الأربعين، ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في مقدمته سبب تأليفه، وذكر فضائل هذا السعي، وذكر رحمه الله تعالى. نعم، فإذا نبدأ شيئا من متن الأربعين النووية، ثم إن شاء الله نشرح شرحا وجيزا. فأبدأ لله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. روي هذا الكتاب عن شيخي الشيخ أبي بكر أحمد المليباري، وعن الشيخ محمد سعيد الباقوي، وعن الشيخ الكاونوري المليباري بأسنادهم إلى الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه ونفعنا به في الدارين. وبهذه الأسناد أقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبرين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان إلى القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأن سيدنا محمدًا عبده ورسوله.
المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه وعلى كل وسائر الصالحين أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه وابن عمر وعباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه رضي الله عنهم كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا نفاتي فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني رضي الله عنه ثم الحسن بن سفيان النسائي رضي الله عنه أبو بكر العجري رضي الله عنه الأصبهاني رضي الله عنه الدارقطني رضي الله عنه الحاكم رضي الله عنه أبو نعيم رضي الله عنه أبو عبد الله السلمي رضي الله عنه أبو عليني رضي الله عنه وأبو عثمان الصابوني رضي الله عنه وعبد الله بن محمد الأنصاري رضي الله عنه وأبو بكر البيهقي رضي الله عنه وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين وقد استخرت الله تعالى في جمع هؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع ذلك فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليؤمنكم الغائبا والله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رأيت جمع 40 أهم من هذا كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عليمة من قواعد الدين وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أن تكون صحيحة ومعلمها في صحيحي البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظ ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها وينبغي لكل أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات ظاهر لمن تدبره واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة نعم طيب هذه مقدمة كتاب الأربعين النبوية أولا وأتى بالحمد بأحسن وجه جمع بين الجملة الإسمية والفعلية ثم أتى بالتشهد فهكذا هذا من حسن أسلوب الإنسان فيه ويحسن الخطبة يؤدي الحمد والصلاة على أحسن وجه نعم الاستهلال أيضا موجود كما لا يخفى لمن تدبر نعم معنى القيوم القائم بتدبير السماوات والأرضين كما ذكر ابن حجر الهيتمي رضي الله تعالى عنه
في شرح الأربعين كتاب الفتح المبين. نعم. وسنقرأ يعني حتى تستمعون إليها، ثم يمكن لي الإجازة لكم في المجلس الختامي ذلك الكتاب برواية ذلك الكتاب أيضا إن شاء الله. ثم مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، الله سبحانه وتعالى بعث الرسل إلى المكلفين لماذا؟ لهدايتهم. نعم. إذن هذا نعمة من الله تعالى ورؤوفة ورحمة على الخلق على المكلفين. ثم القطعية وواضحات البراهين، الشريعة وضع إلهي، لا شرائع يعني الأحكام، سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو إلى ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم، كما ذكر ابن حجر رحمه الله في ماذا أراد بالدلائل القطعية. دلائل الأنبياء والرسل معجز، كما ذكر ابن حجر رحمه الله احتمالا ذكر هناك معنيين ثم ذكر هذا احتمالا. نعم. الدلائل، الله سبحانه وتعالى يؤيد واضحات البراهين. ثم هناك ذكر النقطة مهمة، يعني بيان شرائع الدين بأي شيء؟ بالدلائل القطعية. إذن هناك إشكال، يعني هذا أكثر دلائل هذه الشرائع ليس قطعية. كيف وصف الإمام النووي رحمه الله هذه الدلائل بالقطعية بكونها قطعية؟ نعم. إلى من سمع من فم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشريف وقطعي، كما أشار إليه الإمام الطبرزاني رحمة الله عليه في شرح العقائد النسفية، بالنسبة إليه هذا قطعي. أدلة الدين بالنسبة إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم قطعية، ما بالنسبة إلى من بعده المتواتر قطعي، والمشهور قوله أحمده على جميع نعمه. الحمد يتضمن معنى دعاء الزيادة من هذه النعمة، لو حمد رجل على نعمة فهذا الحمد يتضمن دعاء الزيادة منها من سبحانه وتعالى في القرآن المجيد. نعم. ثم وأسأله المزيد من فضله وكرمه، ولئن شكرتم لأزيدنكم، قال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا هذا الشكر الحمد يقتضي هذا الدعاء، يتضمن هذا الدعاء. ثم وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأفضل المخلوقين. المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة. وصف الإمام النووي رحمه الله القرآن بأنه المعجزة المستمرة، يعني المعجزة الخالدة. أما سائر المعجزات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء والرسل كلها مشاهدة من حضرها فقط، مشاهدة من حضرها فقط، هذا هو المقصود. أما المعجزة الخالدة القرآن الكريم يفهم إعجازه من تدبر فيه، كل من تدبر فيه على تعاقب السنين يعني إلى يوم القيامة نيرتي للمسترشدين. هذا وصف السنة هي مستنيرة للمسترشدين، مسترشدين يعني طلاب الرشاد،
نعم، ينيرهم يعني ينير قلوبهم. السنن، السنن تنير قلوبهم، المخصوص بجوامع الكلم. ثم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المخصوص صفة لي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله وحبيبه، المخصوص خليله، أفضل المخلوقين، الكليم، وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه. سماحة الدين يعني سهولة، هذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بال، بعثت بالحنيفية السمحاء يعني السهلة. لماذا؟ هذا بالنسبة إلى الشرائع المالية، شريعتنا سهلة لخلوها عن التكاليف الشاقة التي كانت على الوقاع. مثلا يقتل النفس في التوبة، المذنب عندما يتوب يقتل نفسه توبة، كذلك قطع العلاء الخاطئة، لو أخطأت أذنبت، أذنب علو من علاء رجل ويقطع هذا العلو في الشاقة. ثم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل، آل كل من النبيين والمرسلين وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا، روينا أو روينا هكذا ثلاثة ضبط، ضبطه العلماء على ثلاثة وجوه. فقد روينا عند الأكثرين بفتح أوله من روى يكون معناه نقلنا عن غيره، روينا يعني نقلنا عن غيره. قال جم: الأجود ضم الراء وكسر الواو مشددة. ربانا مشايخنا، ربانا مشايخنا نقلوا لنا فسمعنا، هذا معناه ربينا يعني ربانا مشايخنا نقلوا لنا فسمعنا. ثم قال بعض المعتن، ثم اختار أنه بصيغة المجهول مخففا روينا، أنه معناه روي إلينا أو نقل سماعا أو قراءة أو إجازة خاصة أو عامة أو مناولة أو مكاتبة أو إعلام إجادة، هكذا على أي ثلاثة وجوه لهذه لضبط هذه الكلمة يعني ربينا. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله أمتي في زمرة الفقهاء والعلماء. هذا حديث للاهتمام بالتصنيف الأربعين، كان هذا باعث العلماء على ما باعثهم على تكثير التصنيفات في جمع الأربعين حديث. كثير من الأئمة قالوا هذا حديث ضعيف، ابن الجوزي جعله موضوعا، لكن هذا كعادته، كعادته يعني هذا يعني تفريط منه، معروف في باب جرح الأحاديث. نعم، وهذا الحديث قد ورد بروايات مختلفة، هذا الذي أشار إلى بعثه فقيها عالما، هذا رواية عن علي رضي الله عنه. ثم
في رواية عبد الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، من هو يتفق في المعنى مع الرواية الأولى، وهذا يختلف. يكون كنت له يوم القيامة شافعا شهيدا، هذا معنى آخر. وفي رواية ابن مسعود قيل له دخل من أي أبواب الجنة، يعني يفتح له أبواب الرجل الذي حفظ على الأمة 40 حديث، من حفظ على أمتي 40 حديث ودخل من أي أبواب الجنة شئت. نعم. ثم وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما، هذا أيضا معنى مختلف. ثم كتب في زمر، هذا يتفق بعض هذه الروايات مع هذه الرواية مع الروايات السابقة في المعنى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. نعم، هذا حديث ضعيف. الله. نعم، ما معنى من حافظ على أمتي؟ ما معنى الحفظ؟ حافظ على أمتي 40 حديثا، معنى الحفظ. لبط الشيء ومنعه من الضياع، كما قال أحمد الأحسائي في شرح الأربعين له، المسمى بفتح القوي بشرب، فقال من حفظه، يعني أصل الحفظ لبط الشيء ومنعه من الضياع. قد يكون حفظ المبنى أو المعنى ويجمع بينهما، وقد يكون بضبطه في الكتاب، وقد يكون بسبب نقل ذكر معان ثلاثة للحفظ، يعني حفظه في الصدر، كيف يحفظ؟ يحفظ المعنى ويحفظ اللفظ أيضا، لفظ الحديث أيضا، معنى الحديث أيضا، أو يحفظ أحدهما فقط، أو يحفظ صدر، أو يكون لبطه في الكتاب، يعني يصنف، يكلف، يؤلف، نعم، يكتب، هذا لبطهم في الكتاب، أو يكون نقله إلى أولي الألباب، يعني إسماع هذه الأحاديث 40 وتبليغها إلى المسلمين، إلى أولي الألباب، هذا تبليغ. فإذا للحفظ 3 معاني، نعم. ثم نقل الأحسائي عن المؤلف رحمه الله: معنى الحفظ أن ينقل الأحاديث إلى المسلمين وإن لم يحفظ مبناها ولم يعرف معناها، وهذا حقيقة مؤداه، إذ به يحصل اندفاع المسلمين لا بحفظ ما لم ينقله إليهم. فإذا المقصود الأهم من هذا الحديث تبليغ الأحاديث. يصدق تبليغ الأحاديث كيف يكون؟ لو كان بالتأليف يكون أدوم، أما مجرد الإسماع كما ذكر ذات غير القرآن يقصد به، يعني من حضر في مجلس الإسماع، هذا يقتصر على الحاضرين، أما هذا يعني التصنيف على مر العصور. فإذا اختار الإمام النووي رحمه الله من هذه المعاني الثلاث هذا الأهم، لذلك صنف الكتاب. نعم، من حفظ على أمتي حديثا، على أمتي، ما معنى من حفظ على أمتي؟ لأجل تعليم أمتي. نعم، أمتي 40 حديثا، ما هو يعني وجه التخصيص بالأربعين؟ هذا مصري، هذا كتاب 40 النووية، له شروح كثيرة كثيرة جدا، ابن هجر الأسقلاني شرحه، ابن دقيق الليدي شرحه، ابن رجب الحنبلي شرحه، هكذا كثير من الأئمة شرحوه، ملا علي هذا الشارح المصري. ووجه التروي عن بشير الحافي رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم:
അദ്ദു റുബഅ ഉശ്രി അംവാലിക്കും മിൻ കുല്ലി അർബഈൻ ദിർഹമൻ ദിർഹമൻ. അദ്ദു റുബഅ ഉശ്രി അംവാലിക്കും മിൻ കുല്ലി അർബഈൻ ദിർഹമൻ ദിർഹമൻ كما قال ذلك يعني هذا درهم الله. فإذا يجب الزكاة فيه في 200 درهما في 200 درهم. هنا قال يعني من كل 40 درهما درهما. لما وإنما قال ذلك لأنه أقل عدد 40. كم ربع عشره؟ واحد. هذا ربع عشر صحيح. لذلك ذكر هذا. وإلا فزكاة الفضة إنما تجب في 200 فصاعدا. ثم هذا بشير بن الحافي رضي الله عنه ذكر يعني سر الأربع حديث. ثم رحمه الله تعالى أتى به في أثناء كلام قاله ولفظه كما في شرح الملا ملا علي القاري: يا أهل الحديث يعمل من كل 40 حديثا بحديث. يعملوا بكل من كل 40 حديثا بحديث حديث. إذن لو عملتم بحديث من كل 40 حديث الأحاديث ويكون هذا العمل بحديث واحد بمنزلة المال المخرج في الزكاة يعني في ربع هو بمنزلة الربع الربع العشر قد مقدار الزكاة. هذا هو سره. ما شاء الله سر سر عليم. نعم. قال فأفاد بذلك كما قاله الملا أن حديث الزكاة كما دل على تطهير ربع العشر للباقي فكذلك العمل بربع العشر الأربعين يخرج باقيها عن أن يكون غير معمول به. رضي الله عنه. حديث إنكم في زمان، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، إنكم في زمان من ترك منكم ما أمر به حلقة. أنتم في زمان من ترك منكم، فإذا في ذلك الزمان الاهتمام بالعشر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي زمان من عمل بعشر ما أمر به نجا. في ذلك الزمان لو ترك عشر حلقة هو عمل ب19 فقط من المؤمرات. هو عمل واحد ب19 المؤمرات هو حلقة بسبب تركه عشر المؤمرات. ثم بعده يعني في زماننا هذا زماننا عمل بعشر ما أمر به. هو لم يعمل بعشرين، عمل بعشر فقط، يعني ترك 19 من المأمورات هو نجا. نعم. هذا رأفة من الله تعالى ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على آخر هذه الأمة. وقال الملا علي القاري رحمه الله. إذن هذا هو يعني سبب التخصيص بالأربعين. ثم هو قال: وقد جاء منا أن طينة آدم عليه السلام خمرت 40 صباحا، ومنا أن أطوار خلقة بنيه كل طور منها 40 يوم، طور النطفة 40، طور العلقة كذلك، طور الملغة كذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في شرحه. أمة موسى عليه السلام لم يتم إلا بعد تكميله 40 ليلة. ومنا أن بعثته صلى الله عليه وسلم كأكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما كانت بعد كمال 40 سنة، هي 40 صباحا. ظهرت ينابيع الحكمة، يعني أخلص لله عبد الله سبحانه وتعالى، عمر أحيا 40 صباحا. كذلك إن مات المؤمن بكى عليه مصلاه 40 يوما. مات مؤمن بكى عليه مصلاه 40 يوما. الباري 40 سنة. هكذا كثير من فضائل الأربعين. نعم. من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمقها والعلماء. فإذا ينبغي على المستمعين على السامعين هذا تطبيق المعنى الأول للحفظ. يقولون هذه الأحاديث 40 يعني ألفاظها ومعانيها. ثم من استطاع يؤلف يختار موضوعا يصنف
يعني في 40 حديث، أو من استطاع أن يسمع 40 حديثا مثل الفقير وفقته ووفقني الله سبحانه وتعالى لي في مسألة الحجاب المسلمة. كذلك جمعت بتوفيقه تعالى 40 حديثا في مسألة زجر البدعة، نعم في زجر البدعة، هذا لا يزال يبقى إن شاء الله سينشر. نعم. بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء في رواية، ثم بعد ذلك هكذا ذكر اختلاف الروايات. نعم. أنه حديث ضعيف. نعم. الله. خالفه السلفي أبو طاهر السلفي رحمه الله الحافظ في أربعينه له كتاب الأربعين، وقال روي هذا الحديث من طرق وثقوا بها وركنوا إليها وعرفوا صحتها فعولوا عليها، هكذا ذكر العلي القاري، وكأنه أراد بصحتها ثبوتها ليس الصحة المصطلح عليها عند المحدثين. نعم. فإذا لو كان ثبوت أنه سلك ذلك في ذلك سلوك من رأى أن الأحاديث الضعيفة إذا لما بعضها إلى بعض أحدث قوة. نعم. وإن كثرت طرقه أي أسانيده عند مخرجيه عن الصحابة مرفوعا أو موقوفا، إذ ليس في جميع طرقه ما يقوى وتقوم به الحجة، إذ لا يخلو طريق من أن يكون فيها مجهول أو معروف أو مشهور بالضعف. قال ابن السكن ليس يروى من وجه يثبت. قال الدارقطني في علله كل طرقه ضعاف. قال البيهقي أسانيده كلها ضعيفة. نعم. هذا الذي ذكر الإمام النووي رحمه الله، اتفق الحفاظ على أنه ضعيف حديث. حديث ثم بعده ذكر يعني قدوة الإمام النووي رحمه الله في حفظ الأربعين حديثا على الأمة، يعني في جمع 40 حديث، هذا صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب. عبد الله بن المبارك هو من تبع التابعين، يقال في حقه هو من أرباب الوجوه في مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ترجى المغفرة بحبه وتستنزل الرحمة بذكره. أئمتنا كلهم ليس هو واحدا فقط، بل يخص البعض بالذكر فقط. ترجى المغفرة بحبه وكذلك تستنزل الرحمة بذكره، هكذا ذكر الإحصائي. نعم. صنفوا في الأربعين، ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. فإذا قدوته بعد اعتماده على حديثين في هذا العمل، لكن هو اقتدى بهؤلاء الأئمة الحفاظ الأعلام في الدين. نعم. هكذا أهل السنة، علماء أهل السنة وخاصتهم يكون قدوتهم هؤلاء العلماء المعظمون وتبع التابعون، العلماء والفقهاء والصالحون هم قدوتهم قبل كل شيء، يكون اعتمادهم في العمل على حديث أو على آية وهكذا على دليل، ذلك ما هو القدوة يعني هؤلاء. نعم.
يعني أسلوب أهل السنة، سيمة أهل السنة، هذا هو طريق أهل السنة. نعم، هذا لا يوجد في غير أهل السنة. ثم قال: وقد اتفق العلماء ولا جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذا مسألة مختلف فيه، يعني بعض جوز العمل بالحديث الضعيف بالإطلاق مطلقا، وبعض منعه مطلقا، وبعض منعه مطلقا، وبعض قيد وفصل، هو المختار. نعم، بقيود ثلاثة كما هو معلوم من هذه المسألة. في هذه المسألة يعني العمل بالحديث الضعيف، في هذه العلامة الفقيه الحنفي عبد الحي اللكنوي الفرنجي محلي الأنصاري رحمة الله عليه، وبهذا الاسم رجل آخر أو أكثر من رجل آخر، يعني حسيني، لكن هو من السلفيين، وهذا عبد الحي اللكنوي الأنصاري، هو أنصاري. الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، وهذه الرسالة رسالة قيمة في هذا الموضوع، يجب ينبغي على السامعين تحميل هذا الكتاب من الله. الله يوفق. ثم فأول من ثم ذكر هذا يعني اعتماده، هذا يجوز العمل في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف بالحديث الصحيح. فإذا هنا حديث صحيح في هذا المعنى، لذلك هو قدم هذا الحديث، ليس يعني ترك فضائل الأعمال، بل يوجد في الأدلة ما هو أقوى منه وما هو يعني معترف عند الجميع، حديث صحيح، ليبلغ الشاهد منكم الغيبة، أو يعني بالتأليف في الأحاديث هكذا. لكن هذا الحديث لا يفيد التخصيص بالأربعين. نعم، هذا الإمام النووي رحمه الله جمع 42 حديث في هذا الكتاب، يوجد 42 حديث. نعم، لم يقتصر على الأربعين، زاد 2. نعم، يقتصر الأربعين هذا الحديث. نلر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها فعداها كما سمعها. فإذن يجب على السامعين حفظ هذه الأحاديث، مثل هذه الأحاديث الصغيرة الصغيرة، ليبلغ الشاهد الغائب. نلر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هكذا نحفظ الأحاديث. لو كانت قلب رجل مملوءا بهذا ينعكس في وجهه إن شاء الله تعالى، هذا فضل عظيم. هذا الألفاظ هذه الأحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرجت من فمه الشريف، لأجل ذلك ينبغي أن نستودع قلوبنا بهذه الأحاديث. جعله الله سبحانه وتعالى نورا لقلوبنا. ثم يذكر يعني 40 يعني مختلف. ثم الإمام النووي رحمه الله اختار مهمات الدين، ليس يعني نوع واحد مثل يعني الجهاد والزهد والآداب والخطب، ليس كذلك. الدين تشتمل على كل ذلك. ثم هو ذكر مدح كل حديث اختاره، كيف هو كل حديث من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، مدار الإسلام كله على هذا الحديث، هكذا في بعض الأحاديث، وفي بعضها قال هو نصف الإسلام أو ثلث الإسلام أو نحو ذلك. ثم هو يجمع فيه أحاديث صحيحة فقط، معظمها في صحيح البخاري ومسلم.
ثم قال أذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها. حفظ اللفظ بالمعنى، هذا الحفظ حفظ اللفظ، سهولة الحفظ بحذف الأسانيد، كيف يكون عليها وضبطها في الصدر. نعم، عندئذ يندفع يعم الاندفاع إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك فسنقرأ إن شاء الله الحديث الأول غدا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا، وما أعلنا وما أسرنا وما أعلنا، وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. العسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا